اليوم استدعينا الحرفاء نتاعنا واللي بارتنير نتاعنا لي ميديا ولي كونستركتور دو فيكول وتو نو بارتنير باش نوريوهم المنتوج الجديد والابداعات الجديده في عالم الكاربيرون اللي احدثها شيل واللي صارت اول مره في 2017 والمره هذه في تونس في 2018 ولا المنتوج هذا موجود في المحطات شيل الكل. المنتوج هذا بخلاصه مش نعطيكم برشا معلومات وديتاي خاطر تنجموا تلقاوه على لي سيت ويب نتاعنا الكل بلوس دو ديتاي. هو لا تكنولوجي دينافليكس اللي هي تكنولوجيا متوفره في كل الكاربيرون اللي نبيعوا فيهم في المحطات شيل اللي باش يكونوا في الجام شيل فيول سيف وايضا في الجام شيل في باور. وحاجه جديده زاد اليوم للحرفاء نتاعنا ولاول مره في تونس باش ننطلقوا ابتداء من 1 جويليا في تسويق منتوج شيل في باور سون بلون اللي هو المنتوج اللي 99% من الفورمولاسيون نتاعو تستعمل في ليكوري فيراري في السيركوي فورمولا. دونك اون انفيت تو لو موند ا اسيي سو برودوي و يبارطاجيو معانا ليكسبيريونس نتاعهم.